أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عدم إمكانية تبرير ما يحدث من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني على أنه دفاع عن النفس. شدد بن فرحان على ضرورة وقف الحرب وإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وإطلاق مسار جديد وعاجل لعملية السلام. بالتزامن مع اجتماعنا هذا تتصاعد الانتهاكات الإنسانية والجرائم البشعة ضد المدنيين الفلسطينيين، ويستمر الحصار وعمليات التهجير القسري للمدنيين في غزة. سقط الآلاف من الأبرياء، وبلغ عدد النازحين أكثر من 1.5 مليون شخص، وباتت المستشفيات غير آمنة وغير مهيئة. لا يمكن تبرير هذه المأساة الإنسانية بحجة الدفاع عن النفس، فلا غاية تدرك وراء هذه الحرب التي لا تخلف سوى المزيد من المعاناة والدمار. معليكم، رسالتنا اليوم واضحة: يجب إيقاف الحرب فوراً وتثبيت حالة لوقف إطلاق النار ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة وإطلاق الأسرة والرهائن وإعادة تفعيل عملية سلام جادة وعادلة تحظى بدعم مرجعات الشرعية الدولية.